بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض الجزء الثاني من الضحايا السبع، عشان زي ما قلنا ان هي كانت طويلة جدا. وهفكرك بسرعة كده ان هي كانت نبوية بنت محمد موسى، وان هي مشهورة بحجازية، واختفت واخواتها عملوا محاضر او شكاوي خلاص. وطبعا دي كانت مصاحبة علي حسونة، والتانية مصاحبة مين؟ محمود السماك اللي رسمنا لكم سمكة فيها وظبطناكم يعني، عشان لو حد جعان. وكلهم راحوا التحقيق وانكروا كل حاجة زي ما احنا قلنا، حتى علي حسونة، واتفقت معهم ريا وسكينة. تمام، نكمل بقى. علمت فيما بعد انهم الشج، عملت انها ما تعرفهمش، ان هم عرفت اسمهم بعد كده، ان هم دول اسمهم ريا وسكينة، وان هي يعني في اليوم ده سمعت ان هم بيقولوا لها لازم تمر علينا ولازم تيجي بيتنا اللي في حارة النجاية، عشان برضو تديله سكة وتقرب له الدنيا، عشان تقول له بيتها فينها، تقول له ما تقول له بيتها فينها، تقول له ما تعرفش، يبقى ما استفادش حاجة. قالت لها ليه؟ قالت لها لا، اصل احنا عايزينك ضروري، في شغل عندنا جامد جدا ضروري وعايزينك. فزنوبة اللي هي حجازية وعدتها بالمرور، وقالت لها حاضر يا ستي انا جايالك. وان هي فعلا كانت واقفة في اليوم ده اللي هي حافظة امام جنينة العيوني، اللي هي كان حافظة ساكنة عندها، وبتقول له يعني الوقت ده كنت واقفة عند الجنينة، شفت الستين دول بيعدوا الطريق، ما عايزة تسهل وتكذب باي طريقة، بس كذب مفيد يعني، ان انا كنت واقفة في البيت بتاعي او عند الجنينة وشفتهم يوم كذا العصر، كانوا ماشيين يعني مع واحدة شبه زنوبة، بس أنا متأكدة إن هي زنوبة، وده اليوم اللي كانت اختفت فيه. فطبعا خدوا الكلام مية مية، واعتذرت عن يعني قلت لهم أنا أسفة إن أنا ما قلتلكوش الكلام ده من البداية، بس أنا كنت شاكة إن دي زنوبة ولا مش زنوبة، بس أنا قعدت أفكر لقيتها إن هي زنوبة، وإن هي بصراحة كانت متوترة جدا بسبب غياب زنوبة بنت خالتها، وان هي يعني استبعدت ان يكون الستتين دول اللي هم ريا وسكينة يكونوا ورا الاختفاء ده. ليه؟ لان هم ناس سيئة السمعة، وزنوبة مش هتروح لهم ولا هتتعامل معهم. بس يعني لما اتزنقت ومن مش لاقي حاجة خالص ولا لاقي زنوبة، جبت الاحداث كده من اولها، ما لقيتش الا الموقف ده. وكان اللي اهتم بالوقائع دي كلها اللي حكيتها حافظة وسعى لتحقيقها، هو الجنيني محمود موسى، محمد موسى، هو ليه أخ اسمه محمود موسى ومحمد موسى. الجنيني ده اللي هو أخو زنوبة الأصغر، التاني محمود ده محمد أخوه الأصغر، ده بقى اللي فضل يسأل أصدقائه ومعارفه عن اللي يعرفوه عن الستين دول أو المرأتين دول، هنقول المرأتين مش عارف أقولها، المرأتين دول اللي عثر عليهم أو عرف سكتهم من طريق واحد، ناس صحابه، واحد فيهم نقاش والتاني واحد خضري. النقاش ده كان اسمه ابراهيم الشكلاوي او الشكلاوي، والخضري كان اسمه سليمان مصطفى. وان هم قالوا له اه ده احنا عارفين ريا وسكينة دول وعارفين البيت، واحنا كمان على فكرة بنروح البيت ده اللي هو اسمه المحششة. وقالوا يا عم لو عايز تيجي معانا تعالى، ما احنا كده كده يعني انت عايز تسأل وعايز تعرف، ما تيجي معانا على ان انت ايه احد رواه، او انت واحد صاحبنا جاي معانا، عشان طبعا لو راح يسأل هناك ممكن يعمل مشكلة ويتضرب ويتعمل، لان في فتوة هناك. تمام، عشان ما حدش كمان قالوا له تعالى يا عم معانا وديك قاعد وبتشرب، وبعد كده لما تظهر سكينة او رايا ابقى اسأل. قال لهم ماشي، فكرة كويسة. وراحوا التلاتة فعلا هناك، وقعدوا شوية وقت كده او ساعة ولا حاجة في المحششة مع الناس اللي قاعدة ومع الناس اللي بتحشش، لغاية لما جت مين؟ رايا، واتقابل وشها في وشه، فراح جاي سائلها وما تفاجئتش بالسؤال بتاعه خالص. ريا ميتة ماشي، ولم تنكر معرفتها لحجازية، بيقول لها تعرفي حجازية؟ قالت له ما انكرتش خالص المعرفة، ولا اتخضت ولا اي حاجة. وببديهية طبعا خبرتها في التعامل مع اهالي اللي قتلتهم، وان هي كانت نصحة عربي قبل كده ان لما نازله جت وام نازله جت ان هي تتظاهر بالعياط والاسف والحزن على غياب الضحيه،
فاعترفت للأخ المكلوم في حضور أصدقائه بالحقيقة المرة، وقالت له: بص يا كابتن، أختك ما جاتش هنا غير مرتين أو ثلاثة، وبصراحة بقى أختك كانت بتيجي مع رفيق لها، واحد مرافقاه اسمه محمود السماك، وكل مرة ما كانوش بيقعدوا غير 3 ساعات، ياخدها يخش بيها الأوضة أو يقعد يشرب معاه حشيش في المحششة، ويقعدوا ياكلوا في الأوضة كمان ويشربوا، ويعني بالبلدي كده ينام معاها إيه، وبعد كده يمشي، وبيمشي معاها، هو اللي بيمشي معاها. يعني بتأكد الكلام، كان ساعات بيجيبوا أكل معاهم، وإن هما بيشتروا الكونياك من النص. الصورة دي اللي قدامك دي من قلب اسم اللبان، دي متعلقة في اسم اللبان حاليا، ريا وسكينة طبعا. وان هي يعني ختمت كلامها بقى وقالت له: بص بقى، انت اختك مختفيه، واختك كانت ماشيه مع واحد، اذا كنت عايز تشتكي اشتكي محمود السماك، هو محمود اللي معاه الاسرار كلها والدنيا كلها مع محمود. وريا بالطريقه دي كانت فضحت سر حجازيه، ان اخوها اول مره يعرف قصه اخته دي، وفضحته متعمده قدام مين؟ اخوها كان جاي مع اصحابه. وكانت بتقول له كده عشان تشككه في اخته ان هي فعلا هربت مع واحد، وان هو يعني ممكن يبقى محمود السماك، او محمود السماك اللي هربها ليه، لان طبعا هيروحوا يسألوا محمود السماك هيلاقوه، او ان هي راحت ايه بلد تانية عشان تروح تشتغل يا عم عن طريق محمود السماك في نقط البغاء الرسمية او بيوت الدعارة الرسمية. كانت ايامها بيوت الدعارة الرسمية شغالة بتصريح وترخيص وكده. يعني بتقول له بقى كده ايه، يعني تلم بقى عشان ما يروحش يقدم ايه بلاغ للشرطة، عشان التحقيق ما يجرجرهاش في الموضوع، وتطلع ايه اسرار، وكمان ما تفضحش اختك، ولم الدور يعني. ماشي، مش عايزة يعمل زي المنازلة عملت يعني، خلاص. ولكن توقعاتها المرة دي، المنازلة ما بلغتش، لكن هي توقعاتها المرة دي خابت. بعد المقابلة دي معاه والكلام اللي قالته له كله، بأيام قليلة 9 مايو 1920 اتقدم محمود السماك اللي هو الشقيق الأخ الأكبر ببلاغ لإسم شرطة كرموز. وكانت ليه بقى في إسم شرطة كرموز؟ ده قدامنا إسم شرطة اللبان. اسم شرطة كرموز ليه؟ لأن زنوبة اللي هي حجازية كانت تابعة لاسم لمنطقة كرموز، تمام؟ وطلب في البلاغ أو قال يعني إن أخته زنوبة اختفت، إن هي زنوبة محمد موسى اختفت منذ 7 أسابيع. وقال بصراحة إن يعني صراحة فيه بطريقة صريحة، يعني أقصد إن ريا وسكينة هما اللي اغروا اخته. هو طبعا ايه لعبت في دماغه بقى من كلام ريا، انه اغروا اخته وهم السبب ان اخته راحت تشتغل في بيوت دعاره، وان هم اخفوها وراحوا شغلوها في بيوت دعاره وبياخدوا من وراها فلوس. وده كان اول بلاغ اخدته الشرطه، وكان اسم ريا وسكينه سبب في اختفاء واحده ست. يعني ده كان اول بلاغ رسمي قوي، ماشي. لكن لم يلقى البلاغ الذي تقدم به محمود موسى شقيق الضحية اللي هي زنوبة في اسم شرطة كرموز، واتهام ريا ان هي سبب في اختفاء اخته، لا يستحق الاهتمام، ليس فقط لانه قدم ما يقرب من شهرين على اختفائها، او عدى يعني ما يقرب من شهرين على اختفائها، او لان اسم الشرطه كان تعودت مع التعامل مع البلاغات اللي من النوع ده بعدم اهتمام. ليه؟ لا لك بس دي واحده هربانه مع واحد، دي واحده كذا، دي واحده كذا. وكمان لما عرفوا ان هي مرافقه واحد يعني، او يعني حصلت كذا مره يعني، فقال لك بس خلاص دي هربانه مع واحد، ما بقوش يهتموا. لكن حسن زيدان اللي هو جوز زنوبة المكلوم كان يعني بيشارك الشرطة، يعني هم ما كانوا بيقولوا قدامه كده في المحضر، يعني بيقولوا يعني لم الدور ده، مراتك هربانة مع واحد، فهو كان بيشارك الشرطة في الشكوك دي، وكان موافق معاهم، يعني مش عايز يتكلم ولا ينفعل ولا يعمل اي حاجة، وان هو كمان يعني قال لهم انا مش مهتم بالبحث عنها.
خلاص يعني واحدة خانت ومشت وعملت كل ده، أنا مش مهتم بالبحث عنها. لكن وإن البحث عنها مش هيوصلني لشيء غير إن أنا هيتكلموا علي الناس وتلويث سمعة، وهيطعنوا في رجولتي ويقول لك ده مش راجل، وقالوا له طب أنت هتقدم بلاغ؟ قال له مش مقدم بلاغ. لكن لما جه أخوها بقى ألح عليه جدا بأنه هو لازم أنت تقدم بلاغ زي ما محمود قدم بلاغ، وزي ما محمود اللي بيكلمه، محمد اللي بيكلمه بيقول له زي ما محمود قدم بلاغ لازم تقوي البلاغ وتقدم واحد تاني، ما ينفعش المنظر اللي انت عامله ده. وان انت كمان زوج، ان انت جوز نبوية، ما ينفعش المنظر ده. يمكن ده يخلي الشرطة ان هي ايه تسخن وتقوم بالواجب بتاعها. وهو فعلا يعني خلاص بقى حسن زيدان استجاب للإلحاح وراح جاي مقدم بلاغ في 17 مايو 1920. كان اللي قاعد ساعتها مين؟ الملازم اول فضل ابو زيد، ده ضابط باسم باسم شرطة كرموز. يعني الضابط قاعد قدامه يعني تحس انه عايز بيكذب البلاغ اللي تقدم بيه، يعني حاسس ان هو ان حسن زيدان عايز يقول له ما تشغلش بالك بالبلاغ اللي قدمه محمود، انا جاي اقدم بلاغ عشان مضغوط عليا. ان البلاغ اللي اتقدم من محمود قبلها بحبه ما تشغلش بالك بيه، انا جاي اقدم بلاغ روتيني. ونفى في اقواله ان تكون زوجته مشيت من البيت بسبب مشاجره، واستبعد ان تكون سافرت الى اي حد من قرايبها. بيسالوه انت سافرت لقرايبها؟ قال لهم لا. طب ان انتوا كنتوا متخانقين قبلها وضربتها وعملتها؟ قال لهم لا، او احنا ملناش قرايب في اسكندريه او في غيرها. لكن والدتها كانت بتحاول يعني تقنع جوزها، او زي ما تقول تهديه شويه، فكانت بتقول له ان هي راحت يعني مستشفى، وان هي دخلت مستشفى الشاطبي بتتعالج من شوية حاجات ومن مرض يعني نفسي وحاجة زي كده، فأصبر شوية يعني. فطبعا هو حس ان والدتها دي ان هي عمالة تقول كلام ملوش اي معنى، وان هي بتحاول تكذب عليه. فراحوا مستدعين الام وقالوا لها ان انت بتقولي لحسن ان جوز النوبة ان بنتك راحت مستشفى الشاطبي بيتعالج من مرض نفسي ولا حاجة. راحت الام انكرت الواقع، كلهم كانوا بيخافوا في التحقيقات ما عرفش ليه. وانتهى التحقيق وجوز نبوية ما اتهمش اي حد في التحقيق، ولا ما امها اتهمت اي حد في التحقيق زي ما فعل مين؟ اخوها محمود، ان هو اتهم ريا وسكينة، وان ريا وسكينة هما السبب في اختفائها وشغل وتشغيلها في يا اما محلات دعارة يا اما في شقق دعارة او في بلد تانية. والبلاغ اخذ مساره التقليدي، فاتعمل برضو أورنيك بحث عن الغائبة وأحالة المحضر للمحافظة للنشر عن غيابها، زي ما كل مرة بيعملوا ساعات أتخن حاجة بيعملوها، يعمل لك ورقة ويقول لك ابحث مع الشرطة. وتم حفظ مؤقتا المحضر في يوم 31 مايو 1900، واتحفظ 1920 زي ما قلنا. لكن محمد موسى اللي هو الشقيق أو الأخ الأصغر لنبوي لزنوبة اللي هي حجازية، كان اخد كلام اكيد 100% من صحابه ان كانوا عمالين يتحروا ويبحثوا لقندة المكسة الحمراء دي، لها قصة مهولة. تسيب الموضوع ده ونحكيها لكم ولا ايه؟ بس انا هتطلع كده تشوف منظر الاثر الجميل، لها قصة تحفة، هننزل قصص بعد كده ان شاء الله. اخد معلومات قوية جدا ان صحابه بيساعدوه، وقعدوا يبحثوا جامد لغاية لما توصلوا لمين؟ لعلي حسونة، وعرفوا ان في واحد اسمه علي حسونة كان مرافق حفصة الصعيدي اللي هي اسمها حفصة الصعيدي. واكدوا ان الاتنين ان الاربعة كانوا بيروحوا على بيت ريا وسكينة بحارة النجاة، ومعاهم محمد السماك، محمود السماك. وفعلا وصلوا لمحمود السماك، وكمان علي حسونة اكد ده انا شفته مرة ان هو كان بيتخانق معاه وضربها بعود القصب، لكن محمود السماك رفض انه يشهد بالوقائع دي كلها امام اي جهة من جهات التحقيق لما اخواتها طلبوا. لكن المعلومات دي كانت هتوصل كادت ان هي تصل
توصل لمحمود موسى اللي هو أخو زنوبة الأكبر. ما هو اللي جاري في التحقيق دلوقتي مين؟ محمد موسى. لكن أخوها محمود موسى الكبير وصلت له المعلومات دي، راح جاي جاري في يوم 21 ماشي، وكان عاملين قبل كده 31 مايو، راح 21 يونيو محمود السماك راح مقدم بلاغ بعد حفظ البلاغ الأول، ووجه كمان التهمة المرة لا وجه أصلا البلاغ ده لرئيس النيابة مباشرة، يعني زي ما تقول كده في المديرية أو لمأمور الاسم أو لحاجة زي كده، المهم إيه وتعمد إن هو يضيف اسم زوج شقيقته اللي هو جوز مين؟ حجازية. يعني رغم ان هو ما كان رافض وما كانش عايز وعلى غير رغبته قال له انا هضيفه بالعافية، راح ضايف اسمه ماشي عشان البلاغ كمان يبقى قوي شوية، انه بدل ما واحد يبقوا اتنين وياخد شكله القانوني، بحكم ان الزوجة المختطفة ان هي كانت عايشة معاك لاخر وقت يبقى لازم تيجي تتضامن ماشي. وفي البلاغ الجديد بقى اتهم محمود صراحة الحرمة زي ما كانوا بيقولوا أيامها. بص محطة الرمل المنظر، بص المنظر والترماي، يا خبر اسود خبر أبيض، معلش أنا آسف. في الوقت ده بص المنظر والترماي عاملة ازاي، اللي هو 1920 و30 يعني في الرينج ده كده. اتهم ريا وسكينة وان هم ورا، وحسب الله كمان ان هم ورا اختفاء أخته في اليوم، لأن في اليوم اللي هي اختفت فيه ان هي كانت عندهم وان هي كانت بصحبتهم لشراء لوازم منزلية. وقال في البلاغ بتاعه ان اختي كانت لابسة ذهب كتير جدا، وان هم قعدوا تحايل، مش تحايلوا عليها لا تحايلوا عليها، علشان ان هم ينفذوا عملية يا اما قتلوها يا اما سرقوا ذهبها. وختم البلاغ العمل فيه التماس الأمر لنيابة اللبان لاستحضار مين؟ ريا وسكينة، وبإلحاح على رئيس النيابة في أن هو يجيب ريا وسكينة للتحقيق، علشان بيقول يعني ده ضمان أن الحقيقة تظهر. لكن رئيس النيابة بتاع اسكندرية ما حولش البلاغ فورا على الفور لنيابة اللبان، بل أحاله معه محمود موسى نفسه إلى اسم شرطة اللبان للتحقيق الابتدائي. يعني ده شبه استعجال، يعني بيوديه على طول الاسم إن هو يعني إيه يحقق بسرعة. وفي الاسم بقى لقى الناس اتعاملت معاه بنفس الطريقة دي، كرموز يا سيدي، وبص الترام كان عامل إزاي، اتعاملوا معاه بنفس الطريقة اللي هي يعني عدم الاهتمام أو انت وجعت دماغنا بقى وخلاص، وكانوا عارفينه يعني هو انت بقى اللي جيت تاني وهتوجع دماغنا كل شوية، انت مش مقدم بلاغ قبل كده لاسم شرطة كرموز عن نفس الموضوع ده، انا مش عارف هم ايه، عصفورة اختفت يعني ولا ايه. وبدأوا ان هم يعني سوري في الكلمة عايزين يتخلصوا منه، او يعني يلا مع السلامة هات البلاغ وخلص واعمل، وراحوا اخدين منه البلاغ فعلا. الناس في اسم شرطة كرموز جم قالوا له خلاص احنا هنضمه للبلاغ اللي فات، جم يدوروا على البلاغ اللي فات، تخيل ما لقوهوش. ليه؟ لان هم كانوا ودوه على النيابه، حولوه للنيابه، هيستنوا بقى لما ايه يرجعوه من النيابه، يا اما يبعتوا ده للنيابه يبقوا الاثنين مع بعض هناك. وقال لك لا طب خلاص يا عم احنا نستنى البلاغ نجيبه من النيابه. عدى 3 اسابيع على بال ما البلاغ باشا جه من النيابه. وبدأ اللي هو الصاغ علي عمر ساعتها اللي هو مأمور الاسم التحقيق فيه، ما بدأش إلا 10 يوليو 1920. شوف البلاغ كان متقدم امتى وتحقق فيه امتى، يعني متقدم الشهر اللي قبله، اتحقق فيه فين؟ في الوقت اللي احنا فيه ده. متقدم 21 يونيو يا سيدي، راح جاي بدأ التحقيق فيه 10 يوليو، يعني بعدها بحوالي 20 يوم. دي كرموز برضو. وفي التحقيق ده سيدي الجديد ده محمود موسى اضاف للمتهمين ريا وسكينة 2 اخرين، اصبح كده عندنا ريا وسكينة ومحمود يوسف او محمود السماك ورفيق والمرافق بتاع حفصة اللي هو علي حسونة. كده العملية يعني بدأ وسعت شوية. وقال ان زنوب
زنوبة خرجت في اليوم نفس اليوم اللي اختفت فيه وراحت تقابل محمود السماك، وان حفظة خرجت كمان وراحت تقابل علي حسونة، وقال ان في نفس اليوم ده ان هي خرجت واختفت وان هي قابلتهم، وقال له لازم يعني بيتحايل عليه ارجوك استدعي ريا وسكينة واحبسهم ما يطلعوش الا لما اختي زنوبة تظهر، يعني ضغط عليهم يعني ما اوعى تخرجهم، بس طبعا مش هيسمع كلامه، اوعى تخرجهم الا لما اختي تظهر، يعني حبسها هيظهر اخته. وجت ريا وجت سكينة يا سيدي، وسكينة قصدي جاب كمان محمود السماك وعلي حسونة، وانكروا تماما معرفتهم بزنوبة. دول ريا وسكينة على فكرة، صور برضو مش قليلة جدا على فكرة. وانكر معرفته لزنوبة بنت موسى اللي هي حجازية، وانكروا علي حسونة معرفته بمين؟ بحفظة. راح جايب ريا وسكينة، ريا وسكينة كمان قالت له مين علي حسونة ومين محمود موسى وانا مين وانت مين؟ قال ما اعرفش علي حسونة ولا اعرف محمود موسى. قال لا طب تعرفي حجازية اللي كانت بيقولوا انها بتيجي عندك ومش عارف. قالت له ولا عمري شفت حجازية. وجت سكينة كمان انكرت نفس الموضوع، ولا تعرف دي ولا تعرف دي. وبس جت بقى ايه سكينة طبعا الخمرة والويسكي والسكالانس بتاع النص والخمرة والكونياك المضروب بتاع النص ملوث دماغها برضو، خلي بالك دماغها ملوثة. فهي وهي بتقول له انا معرفش حاجة اي حاجة عنها خالص، ولا اعرفها ولا عمري شفتها ولا محمود يوسف. قالت له بس دي كانت ماشية على كيفها. الله الله الله، تعالي هنا انت بتقولي ايه ماشية على كيفها. راحت مين؟ طبعا كانت متغاظة انهم عايزين يعني ايه بيضربوا في ريا الرجالة واقفين اللي هو اخوات زنوبة. فاخوها قال لها بيقول انها كانت عند اختي ريا، اخوها بيقول انها كانت عند اختي ريا، واختي كانت فاتحة بيت سر، ده سكينة اللي بتقول، لكن اختي تابت وقفلت البيت ده وما عادش بيت سر، يعني ان هو بيت حارة النجان، يعني اخوها حجازية بيقول ده كانت عندها بيت دعارة ومش عارف ايه. قالت له لا ده اختي اشرف مش شرف، واختي قفلت بيت الدعارة وتابت وماشية كويسة. ومرة تانية احيل المحضر تحقيق الشرطة الى في احيل محضر تحقيق الشرطة في البلاغ الى نيابة كرموز، ماشي، ومع ان محمود موسى كان يستجيب لكل استدعاء بيروح له اللي هو محمود السماك، لكن عشان يعني اي استدعاء له كان بيروح عشان يدلب اقواله امامه، وكل مرة كان بياخد معاه شقيقه الأصغر وياخد كمان صحابه اللي حضروا يحضروا اللقاء معاه، وخد صحابه كمان لما جه يقابل ريا عشان يشهد بما باللي هو سمعه، يعني حول صلته بالفتاة الغائبة كان بياخد صحابه، وكمان لما جه يقابل ريا أخد صحابه معاه اللي هو مين؟ محمود السماك. وظل التحقيق يتأجل بسبب انشغال وكلاء النيابة طبعا البشوات. وأثناء انتظاره للتحقيق في إحدى المرات اللي تأجل فيها التقى محمود موسى بعلي حسونة اللي عاتبه، يعني في الحوش كده بتاع الاسم كده قابل علي حسونة، فعلي حسونة بيقول له يعني بيعاتبه بيقول له يعني أنت جبت اسمي في التحقيقات وأنا ماليش ذنب وأنا ليا علاقة بأختك، يعني أنا ماشي مع حافظة إيه اللي دخلني في حجازية؟ فقال له بيقول لعلي حسونة يعني الكلام اللي انت قلته لاخويا الصغير ده كلام سليم؟ قال له اه الكلام ده صح، بس ما اقدرش اشهد بيه. قال له يعني زنوبة كانت رفيقة لمحمود يوسف السماك؟ قال له اه فعلا كانت رفيقة وما بغيرش كلامي وان كلامه ده صح، بس ما اقدرش اشهد قدام النيابة بكده لان محمود السماك دوت راجل صياد ولوش شباك كتير ورميها دايما في البحر في الملاحة، وكده يعني مش هيبقى خايف على حد يأذيه ويأذي ويقطع له شباكه ويخرب له شغله، وانه هو كده هيبقى شاهد ضد صديقه وهيبقى المنظر وحش قوي قوي، وكمان محمود السماك ده صاحب نفوذ يعني وفتوة وله عصبية ومن الصعايدة، وانا يا عم اخاف منه واخاف من امثاله.
وكده ممكن كمان يعني يخلي يتسببوا في قطع عيشي واتطرد من شغلي واتبهدل. قال له على الاقل يعني يخليني في حالي، ولا اقطع رزقه ولا اشهد ولا يجوعوا اولادي ولا يبهدلوني ولا يجي جنبه، انا هشهد الشهاده هتجيب لي ايه الكلام الوحش. ولما جه رياض عبد العزيز اول ما بدا التحقيق زي ما قلنا في 10 اغسطس 1920، راح جاي جري محمود موسى، جاب بقى لما كان بيتكلم مع علي حسونه كان معاه ناس تشهد، وراح جاب فوقيهم كمان ناس تشهد عشان يؤيدوا اقواله، علشان الصله اللي بين المتهمين الاربعه وزنوبه، الثلاثه وزنوبه، ان دول كانوا على صله بزنوبه، ويأكد الكلام ده جدا وجايب شهود، وكمان ان هم سمعوا ريا ان هي بتردد ان هي بتعترف بالكلام ده كله، وان شافوا ريا وان عارفين ان هم بيروحوا بيت ريا وسكينه، وان بيت ريا وسكينه ده يا سيدي شغال للدعارة. ادي البيت قدامك، ودي صوره من اسبوع او اتنين او تلاتة بالكتير، البيت وقع جزء منه تاني ماشي، وان دول عندهم بيت دعارة، وان هم ناس مش كويسة، وان فعلا كانوا بيروحوا مع محمود السماك وعلي حسونة هناك. وكمان سمعنا علي حسونة وهو قاعد مع اخو زنوبة اللي هي حجازية عند باب القسم او جوه القسم، وهو بيعترف وبيقول له الكلام اللي قلته لاخوك الصغير ده كلام صحيح. فبدأ القلق من هنا، راحت ريا وسكينة برضو يعني اتفقوا مع بعض وراحوا قابلوا مين؟ محمود السماك، واقنعوه بانه لازم يظبط الكلام معاهم، وانه رفقته اللي هي اسمها ايه حجازية ان دي هربت مع راجل تاني. يا عم انت محمود السماك دي كانت بتشتغلك وبتضحك عليك، وان هي هربت، وقعدوا رتبوا الكلام واتفقوا مع علي حسونه وظبطوا الدنيا، وان هي هربت مع واحد تاني، وان من مصلحتك يا عم دي واحده خانتك ولا عبرتك وهربت مع واحد تاني، ان انت طبعا تنكر كل حاجه، اي حاجه لها صله بالموضوع ده تنكرها عشان ما تفتحش على نفسك ابواب جهنم وتخش في تحقيقات والباب اللي يجيلك منه الريح في سد واستريح، لان مش هيصفر عن التحقيقات دي اي حاجه، ولا هيلاقوا حجازية هربت مع واحد، مش هيجيلك من التحقيقات دي الا ايه؟ الا الفضيحه. وانت راجل متجوز ورب اسره فطبعا خاف على نفسك. واتفقت كمان نفس الكلام مع علي حسونه، وجا في التحقيقات اصر محمود السماك على انكاره، واصر علي حسونه اللي كان يعني خواف شويه وكان خايف قوي من موضوع التحقيقات ده، وخايف من محمود السماك عشان اهله صعيده، صمم على الانكار. كان ناقص يقول معرفش محمود السماك. يلا يا عم. وفوق كل ده حسن زيدان بقى اللي هو جوز حجازيه اللي هي زنوبه، كان اتخلى، بدأ يتخلى عن اخوات زنوبة اللي هي حجازية، لان اختك جابت لي العار بقى ما خلاص، ورفض. جم قالوا له طب قول اقوالك في المحضر الجديد ده، رفض يدلي باقواله في التحقيقات حتى لا يحتر، لانه مش عايز يقول كلام في محضر رسمي، ان مش عايز يقول كلام في محضر رسمي يتفضح بيه ان مراتي كانت ماشيه مع واحد تاني وكانت بتخني، فقال لك لا انا هقولها كمان في محضر رسمي. راح جاي قال لهم، كتب شوية كلام لسه هيحققوا معاه، راح مرضاش يمضي على البلاغ، قال لهم أنا منسحب وعايز أسحب توقيعي، وأنا مش عايز أعمل بلاغ ولا عايز أعمل أي حاجة، وأنا الاتهامات دي كلها لريا وسكينة أنا مش معترف بيها. فكده البلاغ بقى مصداقيته بقت صفر. وجات بقى كمان مين؟ حفصة الصعيد اللي هي بنت خالة حجازية، جات نسفت بقى الجزء الباقي اللي ممكن يبقى فيه شبه مصداقية. هي كانت شاهدة الوحيدة على الرواية اللي قالها محمود موسى في بلاغه، بان هي حضرت الواقعة بتاع التحايل ريا وسكينة لما كانت واقفة في الجنينة او قدام حديقة العيون بتاعتهم دي، وان هي كانت واقفة وشافت تحايل ريا وسكينة على طلب حجازية ان هي تيجي منزل ريا وسكينة. فبدأ مع اخوات حجازية يطلبوا منها ان تيجي
تشهد، قعدت تتهرب تتقرب لمدة 6 أسابيع. بعد كده بقى راحت يعني زي ما تقول زنقوها خلاص، راحت تدلي بالتحقيقات بتاعتها. كانت يوم 18 أغسطس 1920، نفت كل حاجة قالها ابن خالتها زي الفل 100 100. وفي بلاغه قالت كل ده انا معرفوش ولا لي علاقة بيه، ما هي متجوزة هي كمان، وان هي ما شافتش بنت خالتها الغيبة دي لعند رايا وسكينة، ولا شافتها قدام الجنينة، ولا قالت، ولا ان هما كانوا بيتحايلوا عليها عشان تروح بيتهم، وان هي ما تعرفش اي حاجة عن اختفائها. وكمان اجهدت نفسها ان هي بتقول لهم يعني انا تعبت نفسي لمدة 2 شهر متواصلين بعد اختفائها انا عمال ادور عليها، وانا يعني كنت هتعب نفسي ليه لو انا بشهد بالكلام ده، اروح ادور عليها ليه؟ وقبل ان المحقق بقى قبل ما يغلق الملف التحقيق سأل رايا، انت اللي هي انكرت معرفتها بحجازية، قال لها طب واذا رجعت حجازية واكدت ان هي كانت بتيجي بيتك يا ريا انت وسكينة، هيكون ردك ايه؟ فقالت له بلغة الواثقة ان زنوبة مش جاية تاني، وبقطع رقبتي لو زنوبة جاتلك، لو حجازية جاتلك. الله طب ماشي، واتقفل المحضر، وطبعا دي مش هتظهر ولا رقبة سكينة ريا ولا سكينة هتتقطع، وخلصت الضحية اللي قطعت نفسي على كده. بس التحقيقات ما خلصتش على فكرة، لأن نشاط العصابة لم يتوقف، قد أدت في الغالب إلى جو من التوتر في العلاقات بينهم. ليه بقى حصل توتر في العلاقات بينهم؟ ليه؟ لأن العملية دي كانت تمت في غياب كل من عبد الرازق وعرابي، ده على غير إرادة حسب الله. حسب الله ما كانش عايز وكان متردد ومش عايز عبد العالي يقتل، لكن اصرار طبعا سكينة هو اللي سبب في تنفيذ قرار القتل، على الرغم من ايه، من ان هي لابسه شويه ذهب حاجه بسيطه، وما كانش له قيمه ولا كان له لازمه ان هي تتقتل. بس قالوا له انت جبت لنا الدوشه كده، ان كده الناس هيعرفوا ان هي كانت بتتردد على حاره النجاه، وان انت هتعمل شوشره على المحششه. ده كلام مين؟ كلام عرابي وعبد الرازق. يعني انتوا كده لعبتوها لوحدكم، وكمان شوهتوا السمعه، يعني كده خيابه ما في بعدها خيابه. وطبعا ريا حملت الذنب لمين؟ لسكينه. دي القعده المنظر اللي كانوا بيبقوا قاعدينه، بس دي من المسلسل طبعا. قالت لها يا سكينه انت السبب، انت اللي خليتينا نقتلها، والذهب ما يستحقش، وكمان عبد الرازق وعرابي مش موجودين. وطبعا قالت لها وانت اول مره اهو ان انت تتسببي ان احنا نروح محاضر، ان كتب فينا محاضر شرطه ونروح للنيابه ونتعرض للتحقيقات والكلام ده. وخلي بالك ريا اول ما بعتولها اتخلفت عن التحقيق شويه، ما كانتش ناويه تروح. خلي بالك كانت زمان العمليه الاهلي ممكن ما تروحش، يعني يبعتولها كذا مره وكلام من ده ممكن ما تروحش. لكن السبب اللي خلى ريا تروح للتحقيق الاول ان هي اتخلفت عن التحقيق الاول اللي عمله مأمور اسم شرطة كرموز، لكن هي اضطرت حضور التحقيق اللي اتعمل قدام النيابة، مش عشان ان هي ما تقدرش قدام النيابة تتخلف برضه، لان ضبط واحضار كانت هتروح، لكن التاني تحقيق وبيعات ياخدوا رأيها، لكن النيابة بقى والموضوع كبر وكان ضبط واحضار. لكن اضطرت تروح لان لقيت الموضوع عمال يتدهور. ليه؟ راحت تسيطر على مين؟ على سكينة اللي عمالة مش مظبطة الكلام، وعشان لسانها ما يقولش كلمة كده ولا كده زي اللي قالتها قبل كده، وان هي تجيب لهم الكلام، وطبعا دي مدمنة خمر وممكن تقول كلام مش موزون او مش مترتب. فقالت لك لا انا لازم اروح والحق اوقف الموضوع من التدهور بتاع الموضوع، واوقف كمان مين؟ سكينة. واضطرت تروح وقالت اقوالها في النيابة ان هي فعلا كانت عندها بيت بتاع دعارة، وان هي قفلته، وان هي قاعدة دلوقتي تابت وفي امان الله، وده اللي قالته سكينة، يعني كلام اختي صح، وان مفيش اي مشكلة عندنا واحنا ناس عايشين في حالنا. وطبعا عرابي كان منطقي جدا هو عبد الرازق، ان هم يعتبروا ان دي خيانة، وان قال همام ان هم انفردوا لوحدهم باتخاذ قرار قتل زنوبة بنت موسى اللي هي حجازية، وان هم قسموا تركتهم
وان دي خيانة كبرى وحماقة كبرى، وان هم طمعوا، ويا عالم الثروة كانت كام والذهب كان كام، وبدأوا يعني يبتدوا يقفوا واقفة معاهم، ولازم نحط قواعد وان ده ما يتكررش تاني وما يحصلش تاني. وكان تبرير حسب الله طبعا ان سكينة كانت هتتجن وخوفنا ان هي تفضحنا، وان اضطرينا نقتل مش خيانة ولا اي حاجة، اضطرينا عشان سكينة اتجننت وكانت هتفضحنا وخوفنا ان هي تفضحنا هنا ولا تقول كلام ملوش لازمة والعمليات تتكشف كلها، فرضينا سكينة وقلنا نقتل وانتوا مشينا. ده منظر محلات زمان. بص كانت طريقة البيع كده والنظام كان كده. وكده خلصت الضحية دي طويلة جدا جدا، ويا رب تكون عجبتكم، ويا رب ما اكونش نسيت حاجة، ويا رب يعجبكم. ولا اله الا الله، وبالنيابة عنكم محمد رسول الله. ما تنساش الدعم بالله عليك، اللايك والسبسكرايب والاشتراك. يعني انا عارف ان في ناس لما بتعمل لايك جنبها بيوجعها، فما او ساعات واحد يعمل لايك ايده توجعه، فمعلش تعالى على نفسك وانا هبربطها لك بشاش وعالجك يا عم على حسابي. فبالله عليك اللايك واشتراك، واتفرج على جزء كبير من الفيديو يا ريت، عشان الواحد بيتعب فيه جدا والله. ومع السلامة، مع ألف سلامة.